بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم يا ثامن بدنا نبدأ في قصيدة في وصف الغروب للشاعر معروف الرصافي. من هو الشاعر معروف؟ هو شاعر عراقي ولد في بغداد ونشأ في الرصافة. من مؤلفاته كان ديوان الرصافي ومحاضرات في الأدب الغربي. ومعروف الرصافي قال هذه القصيدة سنة 1894، ووصف فيها ما شاهده في بغداد من منظر الغروب عيانا، واصفا الشمس في هذا الوقت وصفا دقيقا وجميلا، متحدثا عن أثر غروب الشمس في الأرض والسماء بصور فنية رائعة. كان متعجبا من جمال هذه الكون البديع الذي حفز العقول للسعي إلى اكتشافه. من نبلش يا ثامن في القصيدة اليوم، رح ناخد 7 أبيات أو 6 أبيات، وفي الحصة القادمة إن شاء الله 6 الآخرين. تبع في كتابك. في وصف الغروب: نزلت تجر إلى الغروب ذيولا صفراء تشبه عاشقا متبولا، تهتز بين يد المغيب كأنها صب تململ في الفراش عليلا. ضحكت مشارقها بوجهك بكرة وبكت مغاربها الدماء أصيلة، مذحانة في نصف النهار دلوكها هبطت تزيد على النزول نزولا. قد غادرت كبد السماء منيرة تدنو قليلا للأفوال قليلا، وغدت بأقصى الأفق مثل عرارة عطشت فأبدت صفرة وذبولا. غربت فأبقت كالشواضع عقيبها شفقا بحاشية السماء طويلة، شفق كأن السماء قد رفعت به ردنا بذوب ضيائها المدلولة. والشمس قد غربت ولما ودعت أبكت حزونا بعدها وسهولا، غابت فأوحشت الفضاء بكدرة سقم الضياء بها فزاد نحولا. وأتى الظلام دجنة فدجنة يرخى سدولا جمة فسدولا. سبحان من جعل العوالم أنجما يسبحن عرضا في الأثير وطولا. كم قد تصادمت العقول بشأنها وسعت لتكتشف سرها المجهولة. نبدأ في البيت الأول: نزلت تجر إلى الغروب ذيولا صفراء تشبه عاشقا متبولا. هلأ تجر معناها تسحب، ذيولة يعني هي آخر الثوب، متبولة أصبح أنه سقيما مريضا. يقول الشاعر في هذا البيت بأن ماذا؟ بأن الشمس تجري إلى الغروب وهي صفراء اللون، تشبه عاشق ذهب تفكيره في الحب. وهنا شبه الشاعر الشمس لون الغروب الأصفر بلون وجه العاشق المتيم، وشبه الشمس بفتاة حسناء بالغة الحسن تمشي وتجر ثوبها، تهتز بين يد المغيب كأنها صب تململ في الفراش عليلا. هلأ صب معناها عاشق، تململ أي تقلب. الشمس هنا في هذا البيت تهتز بين يد المغيب وكأنها عاشق مشتاق يهتز في الفراش متألما. هنا شبه المغيب بإنسان له يد. ضحكت مشارقها بوجهك بكرة وبكت مغاربها الدماء أصيلة. هلأ بكرة وأصيلة يعني إيش؟ هون أول النهار وآخره. وصف الشمس ووقت الشروق بأنها ضاحكة وفرحة، ووصفها وقت الغروب بأنها حزينة تبكي بدل الدموع دما. هنا شبه الشاعر في هذا البيت الشمس بأنها إنسان فرحة يضحك، وشبه الشاعر الشمس بإنسان حزين يبكي دما. مذحانة في نصف النهار دلوكها هبطت تزيد على النزول نزولا. هنا مذحانة يعني أنه صار في نصف النهار، الشاعر قصد في هذا البيت منذ أن صار في نصف النهار وقت زوالها من إيش؟
من وسط السماء تأخذ الشمس بالنزول تدريجيا، وقد غادرت كبد السماء منيرة تدنو قليلا للأفوال قليلا. هلأ كبد معناها وسط، كبد وسط. يقول الشاعر بهذا البيت بأن الشمس تركت كبد السماء، أي وسط السماء، كانت مائلة إلى الغروب رويدا رويدا. في الحصة القادمة إن شاء الله يا ثامن من تابع الأبيات. وفقكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.